أعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداداته لإجراء عملية التصويت في الداخل للانتخابات الرئاسية، وقد دعت رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي للمشاركة في الانتخابات باعتباره حقا دستوريا أصيلا وواجبا وطنيا على كل فرد، مشيرة إلى أن المجلس سيتابع الانتخابات في الداخل بما يقرب من 2000 متابع ميدانية على مستوى محافظات الجمهورية، هذا فضلا عن إقامة غرفة عمليات مركزية لمتابعة مشاركة المرأة وتلقي شكاوى واستفسارات السيدات. رسالتي النهاردة لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة، انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024. دورك كان عظيم ومشرف، ورفعتي رأس مصر وأبهرتي العالم في كل الاستحقاقات الدستورية اللي فاتت، والنهاردة مصر بتناديكي من جديد عشان تكملي دورك الوطني العظيم. ده حقك وحق البلد عليكي، وصوتك ده هو اللي هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك، وهو اللي هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر. يلا شجعي أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد، وصلي صوتك للعالم عشان يعرف إزاي الست المصرية هي الظهر والسند لبلدها. صوتك مهم وبيفرق، صوتك أمانة وبلدك أمانة، ومصر بيكي أقوى وأجمل.